هناك عدة تحركات لأحزاب سياسية تونسية لا سيما المعارضة، منها تزامنا مع احتفاء التونسيين بالذكرى 12 لثورة الياسمين. نحن نتواجد الآن في منطقة تسمى بالبساج وهي وسط العاصمة التونسية، تفصل ما بين يعني وسط العاصمة باتجاه مقر الإذاعة الرسمية، وبالتالي هنا يتجمع بالخلف تماما عدد من أنصار ما تسمى بجبهة الخلاص الوطني. كما تتابع في الصورة فإن المشاركين يرفعون الأعلام التونسية وبعض الشعارات على اللافتات المكتوبة ضد ما تصفه الانقلاب، وهناك كانت هتافات منذ قليل ضد القيادة التونسية والرئيس قيس سعيد تحديدا وخريطة الطريق الرئاسية. بالجانب الآخر يتواجد عدد كبير من عناصر ورجال أجهزة الأمن والشرطة ووحدات التدخل جنبا إلى جنب، وذلك ربما في محاولة لمنع تقدم أنصار جبهة الخلاص الوطني من هذه المنطقة إلى شارع الحبيب بورقيبة، علما وأن محافظة تونس قد أقر أمس وقرر بمنع جبهة الخلاص من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، نظرا لأن هناك تظاهرات لأحزاب سياسية أخرى في المكان وفي ذات التوقيت. بالتالي هذا كان المبرر حسب ما أعلنته محافظة تونس. بالنسبة للأجواء حتى هذه اللحظة تسير على ما يرام، لا توجد أي احتكاكات بين المتظاهرين وبين أجهزة الأمن التي تعمل على يعني تأمين دعينا نقول المتظاهرين ومكان المسيرة، لكن بالأغلب فإن حاول المتظاهرون التقدم باتجاه شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة على الأغلب سيتم منعهم من ذلك، سيما وأنهم لم يحصلوا على التراخيص اللازمة من محافظة تونس. دعيني أحدثك أيضا عن ما يجري في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية. هناك انتشار مكثف لأجهزة الأمن وقوى الشرطة، إضافة لعناصر من جهاز الحرس الوطني والأجهزة الأمنية، قامت بتطويق مقر وزارة الداخلية بشكل كامل تخوفا من أي أعمال يعني عنف ربما أو تجاوزات من قبل المتظاهرين، وأغلقت الشارع في باتجاه وفي وجه حركة المركبات والسيارات المختلفة. هذه الذكرى ربما تمر أيضا بظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية واجتماعية معقدة تمر بها البلاد، وربما دعينا نقول تعالي الأصوات المعارضة لمؤسسة الرئاسة، منها أحزاب سياسية معارضة كحركة النهضة، جبهة الخلاص الوطني، وأحزاب تقدمية وغيرها من التيارات السياسية الفاعلة. وكان لافتا أيضا موقف اتحاد الشغل الذي ربما أقر بإضرابات في الأيام القليلة المقبلة في حركة الملاحة، النقل البري والبحري والجوي، وحتى الآن لم تستجب السلطات ولم يعني يتم الحوار ما بين النقابة ما بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية حول هذا الإضراب في يعني لتأجيله إن كان أو إلغائه بشكل كامل وتلبية مطالب العاملين. وبالتالي كانت هناك أيضا تصريحات لنور الدين الطبوبي منذ قليل بأن الاتحاد سيتحرك وسيأخذ دوره الوطني في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة، وأن الاتحاد لا يقف لا مع السلطة ولا مع المعارضة، ويعتبر ربما هذا موقف يعني لافت من قبل أكبر المنظمات النقابية في تونس والتي تضم نحو مليون عضو في أجنحتها. إذن ياسر دبابش مراسل الغد من تونس، شكرا جزيلا لك.